يا مساء الخير او صباح الخير حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه برنامج اجمد طباخه في مصر. المسابقه بتاعتنا النهارده بين اتنين، لازم فيهم حد هيكسب طبعا، واللي هيكسب هيكسب 50,000 جنيه وممكن يستمر معانا ويكسب 100 و150 و200 وممكن يوصل لمليون. طبعا الاستاذه منى كسبت معانا كذا حلقه، الاستاذه سعاد ايمن، استاذه سعاد ان شاء الله ممكن تكسب النهارده وممكن الله اعلم، هسيب لكم الموضوع بعد ما ندور. على فكره انا كنت بحب سعاد حسني جدا، الله يرحمها الله يرحمها. هنبدا طبعا المسابقه بتاعتنا، احنا معانا حاجات سهله جدا وبسيطه جدا، بطاطس وملح وحاجات خفيفه جدا يعني، وكمون وشويه زيت. احنا ممكن نحط هنا شويه زيت صغيرين حلوين كده، ممكن نحط هنا كمان شويه زيت صغيرين بالظبط كده، ونرجع بده خالص كده. شكرا. وطبعا المسابقه بتاعتنا على مهلك بس، ممكن معلقه. شكرا. وطبعا المسابقه بتاعتنا هيكون في وسطها كده شويه تحابيش اللي هي الاسئله الجميله اللي المفروض المتسابق يجاوب بسرعه عليها عشان النقاط بتاعته تعلى ويكسب بسرعه. مركزه معانا يا استاذ سعاد؟ طبعا انت معانا وعارفه الموضوع، بس مش عارفه الاسئله ايه هي. احنا كل مره بنقول اسئله جديده عشان طبعا ندي فرصه ان الضيف الجديد يكسب بالزبط. وحضرتك يعني الله اكبر عليكي متمكنه في كل الحلقات اللي فاتت، فاحنا عايزين نعوض الموضوع. اسيبكم وكملوا مع بعض، وانا واقفه اهو لما نشوف هتعملوا ايه وهنسالكم شويه اسئله. شكرا. اول سؤال، ممكن حضرتك تركزي في حاجتك؟ بس النية بس الزيت يسخن، مش معقوله انزل البطاطس من غير ما الزيت يسخن. لو سمحتي بعد اذنك ما تضايقهاش وتعالي حضرتك هنا لو سمحتي بعد اذنك. انا واقفه عادي. طب انت واقفه مكاني، ده مكاني حضرتك، تعالي هنا مكانك لو سمحت بعد اذنك. بليز ارجوكي ارجوكي ارجوكي، يعني انت كفايه عليكي ال 450,000 اللي انت واخداهم، بس برضو يعني عايزه تخليهم 500 في وشنا. ماشي، انت باصص لي في رزقي؟ لا مش باصص لك، بس يعني خليها اديها فرصه. باصص لي في رزقي يا خلوصي؟ اديها فرصه، اديها فرصه بعد اذنك لو سمحت، لو سمحتي بعد اذنك ارجوكي. الزمن، السؤال الاولاني بيقول من تلك الايام، ايه هي الاكله القديمه اللي من ايام الفراعنه اللي كل الناس بتحبها لحد النهارده وبنعمل لها عيد يوم واحد بس في السنه وممكن ناكلها طول السنه؟ الفسيخ. ايه يا استاذه مش معانا ولا ايه؟ نعم. ايه صباح الخير؟ لا معايا بفكر مالي عليك. بتفكر؟ لا احنا عايزين سرعه بديهه. نعم مالي عليك يا قمر. هي فعلا الفسيخ هي كسبت السؤال الاولاني. طب نركز 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 بعد اذنك في السؤال الثاني. حضرتك عارفه الطرب؟ مش الغنى، الطرب الاكل اللي هو مش الغنى. لا الاكل مش الطرب. ايه المكون الاساسي للطرب؟ الحشو يعني. المكون الاساسي للطرب ايه هو؟ المنديل بتاع المنديل. برافو كده واحد واحد. طيب برافو عليكي برافو عليكي برافو عليكي. طيب ايه هو المكون الاساسي لعمل البصارة؟ الفول. الفول ولا الفول. هي برضو برافو كده 2-1 يا جماعة. طيب كيس السكر فيه كام معلقة سكر؟ 150 200. هو ما بين 150، هو أحيانا بيكون من 150 ل 160 حسب حجم المعلقة بالظبط. لكن هو مش 200 ولا هو أقل من كده. طيب حد يعرف يا جماعة إيه هو العصبان؟ العصبان اللي هو الممبار. برافو
برافو برافو برافو. لا شاطره، لا بجد شكلك بتاكلي ممبار كتير. لا مش كتير. برافو عليكي، برافو عليكي بجد، برافو عليكي بجد. وهنطلع فاصل ونرجع لكم عشان ندوق ونشوف مين هيكون اجمل طباخه في مصر. استنونا. اكيد انا اجمل طباخه في مصر، انا اصلا اجمل بنت في مصر. بتعملي ايه بقى دلوقتي؟ انت عرفتي تحمريها في الزبده؟ اه. شطوره شطوره يا سوسو. هو انت عندك اولاد يا سعاد؟ معايا 3 بنات زي القمر. اه يعني لازم اقول لك يا طنط سعاد. ليه كده يا طنط سعاد؟ مش بتضايق والله، قولي اللي تقوليه. اعملي كده. بالعكس انت بتضحكيني بجد. يا دي موضوع اني بضحكك ده غريب قوي. طيب تحب احط لك ايه غير الملح يا طنط سعاد؟ ولا اي حاجه. حبه كمون بقى؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. طب خلاص بلاش 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 خالص، مش مشكله. حطي الميه دي جنبك لو تبدا انت يعني انت ماشي وقريتي يعني فور ذس، خليها جنبك. هو انت بتعملي بطاطس؟ انا خلاص خلصت اصلا. خلصتي؟ والله بجد والله انا خلاص قربت اطلعها دلوقتي. اصل انا برضو بعمل عزومات، بس انا اللي بعملها يا طنط. ما انا بعمل برضو. تعملي ايه بقى في العزومات؟ بتعملي ممبار؟ ايه؟ لا طب ما بعملهوش، انا مش بعمله. قلت لك انا باكله بس. طيب انا بقى بعمل كل حاجه. ماشي براحتك والله، كل واحد يعمل اللي يريحه. ماشي يا طنط مفيش مشكله. انا بس محتاجه انضف ايدي عشان هي فيها وسخات. عملت. طيب ماشي، لو في المريله عادي اوكي، مش بتاعتي. ماشي عادي. مع ان المفروض تحافظي على حاجه الناس زي حاجتك. ايه؟ طب يا طنط وبعدين انا زهقت قوي والله. الناس بتاخد وقت كتير قوي في العمايل. ايه ده؟ طبق التحضير بتاعي. لا هو بتاعي انا على فكره. ده طبق التحضير بتاعي. لا ده بتاعي انا. وده طبق التحضير بتاعي. ده بتاعي انا. لا الاثنين عاجبيني اكتر، يعني انا بحب اعمل حركات، بحب مثلا اعمل كده. فدلوقتي ايه المشكله؟ المشكله ان انا برضو بحب اعمل لا كده. انا اسفه لو سمحت يا طنط. طنط طنط قولي اللي تقولي. وبعدين يا طنط على فكره انت طنط، على فكره انت عندك مشاكل. مشاكل؟ معلش. وانت عندك ايه بقى؟ انا انت عندك مشاكل عشان عندك اولاد، انما انا ما عنديش مشاكل عشان انا ما عنديش اولاد يا طنط. دي مش مشكله طبعا. بجد؟ لا دي هديه من ربنا. الله. اه طبعا يا طنط. إيه؟ الله بتقولي حكم. امال ايه يا حبيبتي؟ حكم يا طنط. بتعرفي تقولي شعر؟ لا مش بعرف اقول شعر. طب وبعدين انا زهقانه قوي. اعمل لك ايه يعني؟ مش مبسوطه وانا شغاله معاكي في البطاطس بالهدوء ده. انت شلت الكمون صح؟ لا الكمون فين؟ تلاقيه الكمون فين؟ هو في ايه؟ انت ايه ده؟ انا بحلم. طيب ماشي انت شلت الكمون اهو. ما جاتش ما جاتش يا جماعه. انا خلصت. طيب يعني برافو. اوكي انا خلصت. تيجي تدوقي اكلي وادوق اكلك؟ بص كده اهو. انا ما بحبش ابقى هاديه طول الوقت، او بحب اتعصب. تعصبي عادي، تعصبي يا جماعه. انا خلصت بطاطس بتاعتي. وانا ما بحبش حد يعصبني. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده بيرعب لي حواجبه. امال ايه؟ طب ما ترقصلي شنبه. لا ما بعرفش بصراحه، ماليش في الكلام ده. بتعرف تلعب حواجبه؟ ماليش في الكلام ده. ازاي؟ صعبه قوي الحركه دي. حتى بص الحركه دي، بصوا بصوا اللقطه دي. يا عيني يا عيني. البطاطس بتاعتي جامده. فاهمه الدنيا غلط برضو. برضو انت كمان فاهمه الدنيا غلط. يلا حلو. يلا خالص. طيب انا مخلصه يا جماعه. لازم انا اشغل الشغل.
شغلي الشغل وشغلي اللي انت عايزاه كله. بقول لك ايه، تيجي تدوقي البطاطس بتاعتي؟ لا لا شكرا. تعالي يا طن. شكرا. ليه يا طن؟ طب هاتي تدوق. طب دوقيني لما شيف يجي. انت مش كريمه على فكره. لما شيف يجي. انت مش كريمه. قولي لي انا سعيد، المفروض يبقى عندك كده. انا سعيد، انا سعيد. قولي لي انا سعيد مش كريمه. سقفوا يا شباب، سقفوا يا شباب. انت سعيد قالت ثلاث مرات انا سعيد. ام روجي، ام جوري، ام جوري. اه غلطتي. معلش انا اسفه، انا اسفه يا استاذه جوري. ممكن لو سمحتي واحده ادوق بطاطسايه يا ام جوري؟ لما هم يقولوا الاول. مين؟ لما الشيف يجي يقول لي دوقيها دوقيها. بس بس هاديه، انا هاديه جدا يا جماعه اقسم بالله. بس هاتي. لا ليه كده؟ طب حطيها هنا بقى. يلا خلاص يلا، عشان الشيف زمانه جاي. ماما لما الشيف يجي زمانها جايه جايه. يا عيني. يلا مع بعض. بعد شويه جايبه. لا معلش في الكلام ده والله. وحاجات حرام عليك يا شيخ. جايبة. مش فاهمة انت ايه، مش هديكي غير لما الشيف يجي يدوق بس. انا كاميرتي فين دي؟ كاميرتي فين؟ انا بحب دايما ابص للكاميرا بتاعتي كده. طنط ام جوري، انا من هنا بحدثك من مكاني وبقول لك ارجوكي اعقلي. لا والله شايفاني ايه؟ اعقلي يا طنط. شايفاني بجوري علشان خاطر جوري لما تشوف حضرتك تتبسط. هي مبسوطه جدا. انت لازم تعملي معايا حلقه حلوه. هي مبسوطه جدا جدا. يلا يا طنط ام جوري حطي الطبق. انا بحبك جدا وبناتي كلهم. يعني فين كاميرتك الاول؟ بتكلمي في نفس المكان؟ اقفي في مكانك. لا انا ببص على كل الكاميرات. كاميرا كل الكاميرات انا بص على. يلا بصي هنا يا طنط ام جوري. بصه شطوره حبيبتي. طنط سعاد ام جوري، ركزي وكلمي جوري من هنا، وجهي لها كلمه. حبيبه قلبي يا جوري بموت فيكي، ما تحطيش ايدك عليا. ليه كده؟ كده ايدك مش نظيفه زي ما انا ايدي. ممكن اعمل كده؟ ما عملتش حاجه والله. عن والله ما جيت ناحيه لبسك. ما انا ممكن اعمل كده والله. ما تحطيش ايدك. يلا حبه حبه يا طنط جوري. حبيبتي والله العظيم ما بحط ايدي. ممكن اعمل كده بشعري والله ما بحط. طب تعالي ناخد سيلفي مع جوري. جوري صوريني انا ومامي. طب خلاص خلاص يا طنط جوري خلاص. اه يا طنط سعاد ام جوري. حلو طنط جوري برضه. ماشي يا طنط جوري. ماشي يا طنط سعاد ام جوري. انت مين قال لك تمسكي الطبق كده طول اليوم؟ لحد ما الشيف يجي. طيب انت فاهمه بقى، برافو عليكي. لان انت يا شيف. عشان الفندق انا عارفه مولا. الفندق والبندق اخباره ايه؟ الفندق هيضيع مني. طب يلا عشان البندق. طب الحب اللي ما يضيع منك بسرعه. ايه الحب اللي ما يضيع منك بسرعه؟ اه بجد، اصل انا ماسك فندق. اصل هي عايزه تاخد. عايزه ادوق يا جماعه، عايزه ادوق. اتفضل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وهندوق ونشوف مين فيهم اجمد طباخه في مصر. بجد؟ لا تقيله بجد. عايزه اكلها شويه. هي حلوه بس هي مش كده. عايزه تستيشن. هي طنط سعاد ام جوري مش بتعرف تطبخ كويس فعلا. احرقها المره دي. اه ما انا عارفه. لا استوت صعب. لا هي مستويه عندها اكيد. طب اشمعنى انت عندك حاجه في مشكله في البوتاجاز؟ عشان طنط سعاد ام جوري ما كانتش حباني. تحفه جدا اقسم بالله. هي دي جميله بس هي مشكلتها ان هي يعني. لا ما ينفعش مشكله والله. عامة بصي حضرتك انا عايز اقول لك على حاجه بس والله، عشان احنا عارفين عادي والله. احنا ما عندناش فرصه في البرنامج الا في الاكل وبس. لما بنعمل مثلا ايه تورلي كوسه باللحمه المفرومه، هي دي الكوسه بتبقى موجوده. لكن في الاكل والحكم بتاعي انا ما عنديش كوسه والله. تمام عادي والله مش مشكله. يعني مش عارف اقول لكم ايه يا جماعه. اه يا اه مش عارف بس يعني احنا يعني ممكن ناخد فاصل وبعد الفاصل نقول النتيجه. طب ايه ما قلتلهاش؟ هشوف يعني. هي دي كانت عايزه شويه يعني. لا ما فيش شويه. انا كده كده انا اللي كسبانه. على فكره انا واثقه جدا. اكلك برضو دوقي بقى خلاص. هي حلوه والله بس هي ناشفه شويه. الحمد لله انا واثقه في اللي انا بعمله وعارفه ان هي طعمها حلو جدا. بس حلوه فعلا. على فكره دي حلوه قوي.
انا عارفه يا جماعه ان هي على فكره طلعت احسن من بتاعتي، بس كده كده انا اللي كسبانه. تعالي دوقي دي. عادي مش مشكله، دوقي عادي والله مش مشكله. طب دوقي عندها الاكل وحكومي برضه، مشكله انت كمان عشان تعرفي. على فكره دي اللي ناشفه وما فيهاش ملح. صح، بس كده كده انا اللي هكسب. مش مشكله عادي، الزمن اتغير. مش مشكله، مش اللي بيعمل حاجه صح هو اللي بيكسب. مش مشكله، لا واللي بيمشي يعني صح ما يرضي الله ما بيكسبش يخسر. لا هي حاجه بتاعت ربنا بقى يعني. بما يرضي الله ما نجيبش سيره ربنا في الحوارات، انا بتكلم على الناس والزمن. لا انا اتعاملت بما يرضي، انا بقول جايه بتعامل بما يرضي الله بس. هو فعلا اللي بيتعامل بما يرضي الله بيكسب. يا صدق دي حقيقه يعني. بجد انا ضحكت قوي فعلا بجد والله. وعشان كده المفروض انت تكوني كسبانه، لان فعلا الاكل بتاعك طعمه جميل. او مش كسبانه، بس احنا كنا بنعمل فيكي مقلب عشان ده برنامج فلفل شطه اتنين. اللي بيمشي بمورد الله بيكسب. وانت كنت ماشيه بمورد الله فعلا. البطاطس بتاعتك جميله. ما نقدرش نتكلم، انا بقول لك جميله بجد يعني. ممكن توقفي الكاميرا دي وتوافقي على اذاعه الحلقه؟ طبعا. انت نورتينا واحنا سعداء بيكي بجد. اهلا بيكي يا حبيبتي. نورتي نورتي يا حبيبي القلب. معلش بصي حضرتك، قولي انا موافقه على اذاعه الحلقه. موافقه طبعا على اذاعه الحلقه. موافقه على اذاعه الحلقه. موافقه على اذاعه الحلقه. يا ام جوري باي باي. We'll be right back.